وقولي لنا اليوم عن CLA وهو عبارة عن حمض، رح تحكي لنا اليوم عنه أكثر، إيش هو هذا الحمض؟ أوكي صحيح. هلأ حبيت أحكي بهاي الفقرة لأنه CLA هو أحد المكملات الغذائية اللي الأشخاص بتلجأ لها لتعزز نسب خسارة الوزن بالجسم. ما أنه اليوم أنتم جايبين منتجات ألبان وأجبان، فحبيت أنه نحن نحكي بالأخص عن CLA لأنه هو عادة نحن بنقدر نلاقيه بأجسامنا على شكله الطبيعي، أو بنقدر ناخده من الغذاء بشكل طبيعي، وكمان بنقدر ناخده على شكل اصطناعي، ولكن بيكون أكيد له أضرار غذائية وفوائده مش زي الفوائد الطبيعية. كثير حلو. بالأول حكي لنا عن فوائده، وبعدين بنعرف وين موجود بالمنتجات الطبيعية، وين موجود أيضا بال ممكن ناخذه سبلمنتس قصدك أو هيك إشي؟ صحيح. أوكي. صحيح. تمام. هل عادة CLA هو عبارة عن أحماض أمينية بتيجي من الجسم، أو حتى بنقدر نحن نحصل عليها من الغذاء اللي بياخدوه، يعني من منتجات المواشي اللي إحنا بنستهلكها، الألبان، الأجبان، الحليب ومشتقاتها. هلأ الميزة بالCLA إنه CLA بيساعد الأشخاص على خسارة الوزن عبر تقليل تراكم الدهون بالأخص على منطقة البطن، بيساعد في تنزيل دهون الكبد بالنسبة الأولى، بالإضافة إنه هو بقلل الإنسولين ريزيستنس أو مقاومة الإنسولين عند بعض من الأشخاص، فإله فوائد غذائية عديدة جدا. أثبتت الدراسات إنه الأشخاص اللي أخذت مواد غذائية طبيعية بتحتوي على CLA أدت إلى خسارة تقريباً 100 جرام بالأسبوع الواحد لمدة 6 أشهر، فإذا بدنا نفكر فيها صراحة نسبة جيدة، يعني إذا نحن بتقريباً بالشهر عم ننزل نص كيلو بس من أخذ أغذية نسب CLA فيها جيد، فإحنا عم ننزل وزن بدون ما نحن نبذل طاقة أو بدون ما نبذل مجهود كبير. كثير حلو. وهذا السبب الرئيسي اللي دائماً بنحكي إنه الكالسيوم، الألبان والأجبان ومصادرها ومشتقاتها بتؤدي إلى زيادة في نزول الوزن، لأنها بتتميز بوجود الحمض الأميني CLA الموجود فيها. تمام. بتعرفي انا بدي احكي لك هذا المعلومه برضه سمعتها من كذا حدا وعن تجربه، يعني كل الناس اللي بياكلوا لبن قبل ما يناموا، يعني باخذوا كاسة اللبن، لبن حموده، صح باخذوا اللبن، بيكون عندهم يعني اسرع بينزلوا من دهون البطن من الناس اللي ما باخذوش لبن. هل صحيح. هذا مزبوط؟ واذا مزبوط شو السبب؟ اوكي. هلا عاده بديل العشاء اذا نحن بدنا ناخذها كاسه لبن مع عصره ليمون او كاسه لبن بخيار، فهي اكيد تعتبر بديل خفيف من العشاء اللي انا ممكن اني اتناوله. حلو. فبدل ما انا احط سفره واحط خبز وجبنه ولبنه وبيض واشياء معينه، الله الله يفرجيك. مع توقيت جديد، مع توقيت جديد، عشاين، ثلاث عشوات، عشا واسهر وتعشى مكدوس ولبنه والله صحيح يا شيخ. والله امبارح عن جد بتطلع بالساعه لقيت لسه الساعه 9:30، لسه طول 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 لسه 9:30، انا 6:30، بعدين بقول لسه 6:30 و5 7 الا ثلث، ايش في الساعه مش عم تمشي. صحيح. قولي لنا طب شو السبب؟ هل اللبن يعني في شيء معين بخلينا يساعد عن جد على نزول الوزن؟ يس. هلا اللبن لانه فيه ماده السي ال اي واللي هي الكونجوجيتد لينوليك اسيد، احماض امينيه تساعد على خساره الوزن، فهو يعتبر انه بيعزز من خساره الوزن، ومثل ما حكينا الميزه الموجوده بالسي ال اي انه بيقلل تراكم الدهون وخاصة على منطقة البطن، وهذا اللي بيميز اللبن اللي احنا بنقدر نستهلكه على وجبة العشاء انه فيه CLA بقلل الدهون وخاصة على منطقة البطن وبعزز من خسارة الوزن، واكيد يعتبر بديل افضل لوجبة دسمة على وجبة العشاء. سؤال السؤال، اذا الواحد مثلا اخذ قطعة خبز قمح كامل، أوكي. قطعة صغيرة، أوكي. مع علبة لبن صغيرة، اوكي، بيكون عشاء كويس؟ يعتبر مش مقبول. كثير يعني؟ لا مش كثير بالسعرات الحرارية، ولكن عادة احنا اذا بدنا نحكي عن نظام غذائي صحي فخبز القمح يعتبر رائع ممتاز، اذا عن جد كان قمح طبيعي، مش الوان، مش المحسن اللي احنا هلا عم نستخدمه، بالاضافه انه احنا اذا اخذنا معه مصدر من البروتين يعتبر رائع جدا. في شغله كمان بتميز الالبان والاجبان والحليب بالاخص، ليش الاطفال بياخذوه قبل ما يناموا؟ لانه فيه حمض اميني يسمى تريبتوفان. تريبتوفان هو بيساعد على استرخاء العضلات والنوم لساعات اطول بجوده افضل، فالشخص بيقدر ينام باسترخاء اكبر. فاذا انا اخذت قطعه خبز صغيره مع لبن جيد جدا، ولكن للاشخاص اللي حابه انها تخسر من وزنها اكثر، او لمرضى السكري يفضل الامتناع تماما عن النشويات خلال فتره المساء والتركيز على البروتين والخضار وال يعني زي ما انت حكيتي عباره عن لبن وخيار، لبن وخس في ناس بحطوا معه، يعني او صح. عرفتي، فممكن تستبدل الخبز شيف خضار ولبن كمان ممكن خضره، صح صح. بس انا اللي كنت هذيك اليوم نست فجاه كنت شارب نص قزازه شنينه،
عشان هيك يعني طبعا نمر طبيعي خلص معناته هذا العلاج كاست الشنينه صحيح وعنه. طيب احكي لنا ايش ممكن ناخده اذا ناس اللي ما باكلوا لبن وجبنه يعني وين ممكن ياخذوه؟ هلا للاسف السي ال اي الطبيعي هو اللي بيعطي الفوائد الغذائيه اللي نحن حكينا عنها انه بقلل تراكم الدهون على منطقه البطن وبقلل الشهيه، ولكن السي ال اي الاصطناعي اللي احنا بناخذه على شكل مكمل غذائي هو بعزز حرق الدهون صحيح، ولكن بيؤدي الى اضرار جانبيه كثير على الجسم لانه نسبه كثير بتكون مركزه اكثر من الطبيعي. الطبيعي اللي احنا بناخده ممكن ان احنا ناخد من المكمل ما بين 3.2 الى 6.4 جرام باليوم الواحد، ولكن عادة المكملات الغذائية فيها اضعاف هاي الكمية. حلو تمام. أوكي. يعني بمعنى اخر انت بتنصحي باللبن واللبنة والجبنة، خلينا على الطبيعية ونبتعد عن المكملات الغذائية. وهي صار في يعني معلومة حلوة انه ممكن ننزل وزن لما بناكل لبن ولبنة والاجبان هذه كلها بكميات محدودة. محدودة طبعا. صحيح. اكيد اكيد 100%. بدنا نتشكرك رند كثير. شكرا لكم. شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا سعيدة بتمنى لك اياها. اهلا وسهلا.